قبل رئيس الوحدة الإدارية يعني لا يعني ما أشوفه عيب إنه يريد حصة من أي مشروع يجي للقضاء والوحدة الإدارية، اعتبره أمر طبيعي يعني إنه هو رئيس وحدة إدارية والمشروع صاير يمه. إحنا ما نحكي على الكل لكن الأغلبية كان بهذا الشكل. هذا الموضوع ماكو بعد ناس تقدم خدمة وتنجز مشاريع وتقول لي أنا اليوم كملت فلان مشروع تعال افتتح، هو هذا إنجازك، أما غيرها ماكو، لأنه المسيرة الجديدة للمحافظة تتطلب أنه إحنا نغير من كثير من السلوكيات كانت موجودة، هذه كلها تتغير، وأي واحد راح نرصد عنده حالة من هذه الحالات أبداً لا يتوقع يبقى دقيقة واحدة بمكانه.